الوضع الميداني استتب بعد الحوادث الأليمة التي وقعت في 14 حالي. من يتحمل المسؤولية بالتأكيد يعني الطرف الذي أعلن مرارا وتكرارا وجهارا منذ 4 أشهر إلى اليوم أنه يريد إسقاط العدالة. سيدي، ما حصل في 14 جاري لم يحصل بالصدفة، وهو ليس معزولا عن سياق سياسي، لأنه لا يوجد بالعالم أحداث أمنية من دون سياق سياسي. هناك سياق سياسي تحريضي قام به حزب الله علنا منذ 4 أشهر إلى اليوم تحت عنوان إسقاط العدالة في انفجار مرفأ بيروت. هذه هي القصة. السيد حسن نصر الله في 6 خطابات تحدث عن الموضوع لأكثر من نصف ساعة مهددا ومتوعدا القاضي بطار. وعندما رأى السيد نصر الله أن القاضي بطار لم يتنحى وأن السلطة السياسية لم تتجاوب معه، أوفد مسؤوله الأمني وفيق صفا إلى قصر العدل، فهدد القاضي بطار بالقبع. وعندما رأى أيضا أن الأمر لم يتم التجاوب معه، هدد مجلس الوزراء بالتعطيل وعطله. وعندما رأى أن نتيجة كل هذه التهديدات لم يتمكن من تحقيق غرضه، ذهب طلب من أنصاره ومن جماعته النزول إلى الشارع والتعدي على الناس. هذا ما حصل، وهذا ما أدى إلى الإشكال. العنوان الأساس إسقاط العدالة في لبنان، هذا ما يريده حزب الله. طيب أسمع رأيك دكتور عامر بما حدث في لبنان، وهل هو محاولة إسقاط عدالة أم أن هناك مشكلة حقيقية في التحقيق بمرفأ بيروت، أم أن الأزمة السياسية الاقتصادية الاجتماعية في لبنان تنعكس على كل ما سبق؟ يعني هو حتى نتفق، لبنان هو يعيش في أزمة الآن تأخذ أشكال متعددة، إن كان مرفأ بيروت، العدالة، كل الأمور الداخلية اليوم في لبنان هي مشكلة. وبالتالي لا نستطيع فقط أن نذهب إلى التفاصيل الحديث عن هذه الحادثة فقط، هذه حادثة من حوادث، قد نشهد حوادث قادمة مستقبلا وفي الأيام القادمة، لأنه نتحدث عن خلاف أساسي جوهري في النقطة الأساسية في لبنان لم يتم حله ولم يتم التعاطي معه. وبالتالي لبنان أيضا نعلم تماما أن الأزمة خارج لبنان هي أحد أكبر الأزمات التي يتأثر فيها لبنان. وبالتالي عندما نتحدث عن إقليم يدخل دائما في مراحل صراع أو في ملفات تسوية، لابد من ظهور هذه الأزمات في لبنان. إذن نحن لا نتحدث عن حادثة واحدة فقط، نتحدث عن تداعيات لأزمة أساسية. الأزمة اللبنانية أزمة كبيرة ومعمقة. الأزمة اللبنانية أساسها اليوم هي ما بعد الحرب ومشروع يعني لم ينجح لبنان من خلاله في بناء هوية وطنية. وبالتالي انتهينا اليوم لنصبح في حالة من التجاذبات وحالة من التقسيم السيكولوجي